هلا والله شباب، يعطيكم العافيه. معكم خالد من جيمرز ناك. اليوم راح نجرب لعبه فاينل فانتسي 7 الريميك. طبعا فاينل فانتسي لعبه اكشن ار بي جي. اذا انت حاب تشوف تفاصيلها والمراجعه تكلمت عنها بشكل شامل ويعلمك شنو هاللعبه، تلقون الرابط تحت للمراجعه. الجزء هذا ما يحتاج انك تلعب اي جزء ثاني، لكن الحين في هذا المقطع بوريكم بس لقطات بسيطه من الجيم بلاي، طريقه الفايتنج او القتال في اللعبه، بالاضافه لمشهد كاتسين، يعني ما راح يكون حرق في البدايه، بالاضافه الى طريقه العالم اللي في اللعبه، شلون تاخذ كوستات وتتمشى وتسوي اشياء. باختصار هذا المقطع راح يعطيكم فكرة عن الجيم بلاي وشوية أشياء فيه، فأتمنى أن هالمقطع يعجبكم وتستمتعون فيه. وإذا حابين مقاطع ليتس بلاي من ألعاب جديدة دائما، ادعموا هذا المقطع باللايك والنشر ويعطيكم ألف عافية. ننطلق الحين مع فاينل فانتسي 7 ونشوف شنو تقدم لنا من طريقة اللعب. اوكي شباب، حاليا انتم شايفين شخصية كلاود موجود في مدينة وراح نقابل شخصية ايرث لأول مرة. طبعا هذا في بداية اللعبة تقريبا، راح يكون في مشهد سينمائي بعدين نبدأ في القتال على طول. هذه شخصية اكيد انتم لاعبين فاينل فانتسي من قبل تعرفون، اذا مو لاعبين فاينل فانتسي 7 اكيد شفتوا صورها في النت. فالحين ابي اوريكم وتشوفون شلون جمال المشهد السينمائي واخليكم تستمتعون وبعدين ننطلق في القتال. طبعا هي حاليا تشوف بعض الاشباح اللي انا ككلاود ما اشوفهم، لكن اشوفها حركتها غريبه. وهذا سفرث، طبعا راح تعرفون بعدين شنو علاقته في كلاود. I'm fine. Here, this is for you. Huh? A flower? That's right. It's a gift. You know, for scaring those things away. What things? Never mind. حبيت تعطي الوردة لأن الأشباح لما هو قرب اختفوا. Just my luck. يقول أنا ما سويت شيء، مجرد حظ. الحين انا عندي اختيار اقبل الوردة او لا. ودي اقول ام جود لان في المرة الاولى قلت ولا خلنا نسأل هاو ماتش. هاو ماتش؟ Well, that depends on the customer. In your case. بريق شكله. طبعا سألها قال كم السعر؟ قالت يعتمد على الزبون وحالتك انت تستاهلها مجانية. فصار عندي الحين في يلو فلاور اوبتيند، راح تكون معي فترة في اللعبة. Dangerous things. Oh, I'm sure you are. So. Okay. So keep your distance. Wait. مثل ما تقول يحذرها ان في مخاطر ولا يعني خلي بيني وبينك مسافة. Relax. No one's going to attack you. I promise. Hey, a Mako reactor just blew. You shouldn't be out here trying to self. فلما مسكت ايد كلاود بديت الحين انا اشوف الاشباح هذه. هذا مجرد بداية اللعبة، مو مراحل متقدمة، وراح تعرفون كل شيء بعدين لما تتقدم في اللعبة. نبدأ الحين الفايت مثل ما شايفين، والموسيقى الأصلية راح تطلع الحين حماس صراحة. الناس اللي لعبوا فاينل فانتسي يعني بينبطون من الحماس، والناس اللي ما لعبوا فاينل فانتسي بتشوفون الحين وانتم تعطونا رايكم. يلا يا كلاود. نايس ميتينج يو. حلو. اوكي نبدا الحين في الاكشن. راح تشوفون القتال هاكن سلاش او اختار على طريقه ار بي جي بعض السحر الاشياء اللي ممكن اسويها. يا سلام، وقف لهم كلاود. ننطلق من النص بشكل على واحد، راح الثاني. اوكي انا ما راح اذبحهم كلهم بالطريقه العاديه، بوريكم شنو اقدر اسوي في الماجيك. نذبح هذا. اوكي الحين تخلصنا من الكل تقريبا. اسمع الميوزك. اوكي هني مجموعة ثانية. It's over.
احتاج اني قاتل شوي علشان ارفع المؤشر اللي تحت ATB. اول ما يرتفع الحين اقدر اسوي ماجيك. شوفوا عندي ابيليتيز سبيلز ايتمز، بعطي سبيل هذا الفائل اللي هو الماجيك فاير، نحرقه هذا راح. اوكي كمل جوهره، ما ادري اخذتها ولا لا. هناك في بعد مجموعه، تعال. وهذول صعبين شوي، لونهم اسود القطط. اوكي لازم نجرب فيهم السكيلز الحين، بس ننطر المؤشر يزيد، نذبح واحد على الاقل. صار له ستراجلد معناته انه متعور الحين او متاذي، فاستغله الحين بهالفتره. راح هذا الاول راح، والثاني نعطيه ابيليتي، وهذا الثاني تخلص منه على السريع ايضا ستراجلد وراح عندنا المؤشر. طبعا الحين اقدر اذبحها، لكن بجرب الابيليتي وعندي الليمت بخليها بعد شوي اللي هي سبيشل. نجرب البريفر، عطى راح 700 دامج حيل مات. اوكي نكمل الحين في اكشن بعد شوي، وبوريكم مكان ثاني في اللعبه في النهار وفي الصحراء، بس انطر علي شوي. هناك هناك هناك، هذه ليش ما اخذناها؟ لحظه ناخذ الايتم. اوكي نكمل اتجاه النافوره، في مجموعه جنود وحاول اركز على واحد. اعطيه فيد، لا راح. نكمل على هذا، لا رد لي. حلو الحين بحاول اجرب الليمت على الجندي هذا، ولا اخليه بعد شوي لان في جندي اقوى. اصلا ما عندي الليمت، راح لان اوقف الفايت. راح فيها هذا، مع السلامه. اوكي بعد هذا واحد اثنين، هذا شوي قوي. شوف شنو عندي ابيليتيز، نجرب الفوكست. لا مو انت هذا، شوفوا عندك يعني وقت انك تحدد القتال. اوف راح ضربه واحده، حلو. اللي بعده نروح كومبو مات الثاني، بقى واحد اتوقع. هجرب عليه ماجيك مره ثانيه فاير. اقدر اسوي اختصارات على فكره، ما اضغط الحين ال1، عندي الاختصارات جاهزه للابيليتيز، مو شرط اني اختارهم ماني وقت مره. وصلوا جنود زياده، شوفوا الانزال من الهليكوبتر. بس لحظه هذول جنود شوي صعبين، خلينا نشوف الايتمز اللي هني. اوكي نكمل عليهم، تعال. لحظه هذول يبيلهم بانش مود، عطى. اوه هذا مات، ثاني اعطيه ليمت، روح شوف حركه سبيشل معك. لا غطت علي هذه. اوكي ماتوا كلهم، باقي احد. طبعا يمكن لاحظت ان اللعبه شوي سهله، لكن اقول لكم بعدين مع الزعماء وكذا تصير اصعب، لكن بعدين يكون عندك شخصيات ثانيه غير كلاود تتحكم فيها. طيب الحين صار علي مجموعه كبيره، خلينا نشوف ايش راح نسوي. جاهز؟ اسمع الميوزك، تعال. هذا الاول، هذا الثاني، ابي الليمت ما طلع للحين. اوش لحظه وينك؟ تعال تعال. حلو لا كمل على هذا، واللي بعده كانك ما سدتي راح. هذا ابو درع، لا ما عندي شنو اسوي فاير هات نار. طبعا هذه قدرات بسيطه، بعدين في سامونز وبلاوي تشوفونها لما تقدموا في اللعبة. هذا راح. اوف مشكلتي ما صد، شوف تقدر تصد في اللعبة. تعال انت اللي بديت، اعطي هذاك بريفر. اي واحد شوف تختار اي هذا طقطه اكثر. اح صدها، في شيء غيرها؟ فاير فاير حرقه، ما كل هالطريقه. طبعا بعدين تتعلمون الفايتنج سيستم، راح يكون في مثل مخلوقات يقتلها النار، بعدين تكون عندك كهرباء للاليات والجنود اللي هو الفايتنج العادي. هذا قوي حيل، اعطيه ابيلتي ثاني سبيلز. لا نجرب عليه الفوكس، هاك فوكس راح اخذ ضربه. يلا الحين عليه ستراجلد 160%، يعني راح يكون عليه الدمج مضاعف. اوكي تخلصنا، بس احكرونا الجنود.
ها كلاود ما يهرب. ها صار اوكي. طبعا لازم الحق على القطار فتخلى عن الفايت كلاود. روح كيف وداعا. اوكي حاليا بعيد عن الاكشن، ناخذ اجواء شويه لطيفه في مكان مختلف تماما. طبعا هذا المدينه هذه مدينه ايرث، وتشوفون الاطفال في كل مكان هني يلعبون وكذا. بنسوي مهمات جانبيه بس اعطيكم فكره عن اجواء مختلفه في اللعبه عن اللي شفناه. وحاليا عندنا هني مهمه اتوقع. There you are. We're back and we brought Aerith with us. Sorry to make you come out here. Don't be. It's on my way home. Well then, I hope you won't mind me asking for some flowers. No problem. How many? All you can carry. What with all the doom and gloom we've been hearing on the news recently. طبعا ايرث مختصة في جمع الورود، والحين هذه تسألها تقولها ممكن تجيبوا لنا ورود نخلي الأطفال يعني شيرب على قولتها ويتسلون. مثل ما تشوفون هنا عندنا أنشطة وتعلم الأطفال الرسم أو الكتابة. وهذيك تبي منا نجمع ورد، فنحط في بالنا هالكويست ان نجيب لها ورد. لكن الحين نكمل مشوارنا الى بيت ايرث. So Cloud, what's your favorite flower? They're all the same to me. Huh. You sure you want to say that to a florist? Okay. Okay. Then what'd you do with the flower I gave you? You give it away? I did. الورد اللي اعطتني اول مره الحين تسالني تقول وين وديتها؟ اعطيتها شخص ثاني؟ فقال لها اي نعم انا عاد شايف الحدث. anyway تقول على كل حال مثل ما تشوفون وصلنا الى بيت ايرث. هذاك بيتها تشوفون روعه، مكانه مو طبيعي صراحه على هالمنظر الجميل. عندها بحيره فيها اسماك، أجواء جدا جدا جميلة. أوكي أدري سحبت عليها. فالحين ندخل البيت بعدين نسوي مهمة الورد اللي طلبته منا المعلمة. يلا كمان. شكرا يا جماعة. شوف البيت تحس شيء ذا هوبت أو أجواء حلوة صراحة. هاي طبعا أمها صدمت. منو هذا؟ So this is my mom Elmira. And this is Cloud, my bodyguard. ونعم يا هلا. Hi. توهق. Take good care of her. That's my job. طبعا ايرث من راسها سمتني البوديجارد. انا مو بوديجارد ولا شيء. Thanks. بس خلاص هي حطت المسمى. You gonna head back to Sector 7? Yeah. Sector 7 اللي انا ساكن فيه حاليا اللي في مدينة ثانية. What if the Turks show up again? It'd suck. But I've dealt with them before. كأن جاز للموضوع يقولها لو ظهر العدو مرة ثانية فشكله عجب المكان. You'd be too embarrassed to admit it, and so you just keep on going. Quit acting like you know me. Hey, Mom, I'm gonna go take Cloud over to Sector 7, okay? تقريبا كلهم يلمحون بنفس الفكرة إن يظل هني اللي هو كلاود يجلس في هالمكان. Better to rest up here and make the trip first thing in the morning, when you'll have daylight to spare. That's true. Hold up. Oh yeah. I still need to deliver some flowers to the leaf house. نسينا عندنا مهمة الورد. You should come with. That wasn't the deal. You mean you want more? Even though you've got a priceless reward coming. طبعا كلاود مو عاجب الموضوع، ما له خلق هالسوالف ورد وهالكلام. بس شوفوا شلون. I'll do it. I'll go grab the baskets. يلا وافق. طبعا الحين راح تجيب السلال اللي نشيل فيها الورد. هذا وضع كلاود، دائما يتوهق في امور الناس اللي من حوله، يعطونه اوامر او يطلبون منه مساعدات وهو اساسا ما له خلق. فتقريبا هذا الشيء اللي اواجهه مع الشخصيات في اللعبه، كل واحد يدبسني في مهمه معاه. طيب الحين ايرث راح تجيب السلال بعدين نجمع الورد. فنختصر للمكان هذاك. اوكي هذه هي وصلت معاها السله. اوكي. مثل ما تلاحظون في مهام يعني بعيدة عن الأكشن، مهام تسلية، تغيير جو، شغلات بسيطة مثل ما تشايفين. أوكي
طبعا كلاود ما له خلق لانه هو سولجر ويفكر بامور اكثر من مجرد جمع ورود. And these right here are my babies. Which ones do you think we should pick? يلا ما عليه دبسنا في هالمهمة بس نخلص موضوع الورد نودي الأطفال بعدين نشوف شو يصير. I know you have an eye for this kind of thing. طبعا إيرث ملحة على السؤال تسألني أي نوع ورد تفضل، فيه نيل أصفر وفيه نيل أبيض، فأنا باخذ من كل بستان زهرة. People used to give these to declare their loyalty to one another. Interesting, right? تقول هذه إذا أنت بتهديها شخص تبين له ولائك له، فنأخذ من هذه ونغير. We still need a few more. A few more من النوع الثاني. That's the one I gave you. That's the one I gave you. هذه الوردة اللي أعطتني قبل شوي شفتوها. أوكي أتوقع كافي ولا بعد؟ She said as many as you can carry. So maybe a few more. A few more. نغير نوع ثالث. Foxtails, huh? I gotta hand it to you. I never would have thought of that. It'll definitely okay. take them by surprise. حلو. صار الحين عندنا تقريبا ثلاث أنواع من الورود. أتوقع إن راح يفرحون الأطفال فيهم. What do you say? Shall we go? إيه نعم. Go. وين بنروح بعد؟ So, how do you think they'll arrange these flowers? Don't know. Well, we'll soon find out. لو تلاحظون إجابات كلاود دائما مختصرة وما له خلق يتكلم وتسأل أسئلة غريبة وهو كلش مو مهتم. تقول له تتوقع شنو بيسوون بالورد او يرتبونهم وكذا، قال ما ادري بس انتهى الموضوع، ما ادري كل شيء ما يدري. دائما يسالونه طبعا شخصيات ثانيه ونفس الجواب. اوكي نوصل الورد الحين. I'll wait out here. ما يبي يروح داخل. اوكي. اوكي. But I might be a while. Why not check out the town? اوكي قالت لي حاليا ما راح اخذ وقت بس تقدر تروح تستكشف المدينه. طبعا هي اقدر اروح اشتري الحين او اتعرف على الاطفال اسوي بعض الانشطه البسيطه مثل ميني جيمز وكذا، بس لازم اعرف مكانهم لان هذه مدينه جديده. طبعا هني لوت ناخذه. حلوين. شوف شوف الاطفال كل مكان بس رايحين رادين على هالمكان، وهني اطفال كل مكان. انا اقول نتوجه للجول اللي هو المي. طبعا في خريطة في اللعبة مثل ما انتم شايفين تسهل عليك الموضوع، اقدر الحين اروح يمين. طبعا في خريطة تسهل عليك الموضوع الوصول وانت بتروح. هذه هي ارث رجعنا لها. Is something wrong? You could say that. Sounds like someone spooked the kids. في مشكلة. Yeah, two of them disappeared. They ran away after this creepy guy wearing black clothes showed up. A Turk? That's what I thought, but no. It's this guy who's always stumbling around town in a dirty robe full of holes. طيب هذا الولد يقول في أطفال مفقودين اثنين وكان في شخص شرير دائما يحوم حول المنطقة وتوقع أنه تسبب في اختفائهم. فهذه ميشن سريعة بنسويها الحين ونشوف من الشخص اللي تكلموا عنه وين راحوا الأطفال الاثنين. Oats, you're back. Aerith's come to help. سالفة الأطفال. Yeah, leave it to us. We'll take care of it from here. But there are monsters out there. Don't worry. I've brought a super strong friend along with me. I used to be a soldier. So where's the guy? I don't know. He disappeared and we can't find him. Right now, let's worry about the kids. Come on. طيب حاليا عرفتهم على كلاود وهو قال بعد انا سولجر قديم فيفتخر بنفسه انه محارب. فالحين بنشوف سالفتهم. طبعا قالت إيرث ان هذا المكان اوف ليميتس، ما يصير يعني نتعدى هالمكان من المدينه لان راح يكون في مخاطر، فلازم نروح لان في اطفال مفقودين ونشوف السالفه نبحث عنهم. اوكي اعداء. نجرب الحين نسوي سويتش كاركتر على إيرث ونشوف الماجيك. لحظه اوريكم شلون تقاتل عن بعد وعليها دمج مو طبيعي. شوف واحد اثنين ثلاث اربع خلصت الموضوع. طيب نكمل الحين اوريكم فايت افضل نشوف. شفنا الاطفال. الاطفال تشوفونهم تحت محكورين وفي عندهم اعداء فنتقدم. اوكي نساعدهم الحين. مرة ثانية نعطي إيرث الفرصة للقتال بس نقرب ناخذ او نسوي انيبل للفايت ونحول على إيرث. يلا ماجد.
طبعا تشوفون انها مو قوية حيل على الانيميز اللي هم يكونون روبوتس وكذا، فنركز على هذا، نجرب عليه الابلتي. اوش البطارية، دول شوك باتري للأسف، نكمل على هذول اثنين، خلص من هذا، خلصنا من صغار، باقي اكبر واحد، نعطيه سبل بليزرد. حلو، ما نفع معه بشيء. اوف لا والله نفع، حلو استرقلت بعد. نعطيه ابيليتي نشوف. هذه ثاني واحده، ها اعالجه هذه، لا علاج، هذه علاجيه، لا لا لا، شوف سول درين تسحب الروح منه، اسحب اسحبت روحه مات. هو طلع بعد زياده. اوف 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 اوف, أوف, أوف. والله اعطاني ضربه موفقه هذا. لحظه لحظه لحظه، الحين لازم اهيل بسرعه. اوكي ما عندي ايتمز، فش اسوي؟ سويتش على كلاود، ناخذ ايتمز، هاي بوشن، نختار ايرث، نعطيها علاج. تفضلي، نخلص عليهم. يلا يلا، روحت وياه. عندي الليمت، شوفوا الليمت، اقوى ضربه عند كلاود. لا مو هذا، خلينا نشوف اقوى واحد منهم، هذا طاقته فل تقريبا. يلا. 1 2 3 كلهم راحوا. شوف الليمت يفيدك في يعني الحكر، تشوف هني مجموعه من الاعداء كلهم راحوا مع بعض. طيب خلصنا الفايت؟ لا والله باقي بعد جنود. بانش مود، تعال. لا حولت على الثاني. لحظة نرجع على ايرث ونشوف الماجيك اللي عندها، عندها ليمت. حلو، نختار هيلينج ويند ولا ريفورس، شوف شو تسوي. ها اوكي سوبر هيل، هذا هذا فول الاي تي بي عندنا. لا لا نرجع مرة ثانية على الحبيب هذا. سبيلز بليزرد، لا هذا. شوفون لو لاحظتوا شلون طريقة ار بي جي جيم بلاي، يعني ممكن تستخدم الهاك اند سلاش مثل الضرب العادي او تستخدم ابيلتي. هذا راح فيها خلاص هكرته. اوكي نشوف الثاني، نجرب الليمت بس هيلينج ويند ماك فايده، هذا كله هيلينج راح تهيل كل الفريق. شوفون كلاود طاقته ارتفعت، لو كان عندي البارتي كامل من الشخصيات راح تفولهم كلهم. نرجع لكلاود مره ثانيه، طيب فايت هاك اند سلاش، روح يلا ابلتي على السريع. تريبل سلاش راح فيها، 2 3. اوكي نشوف الاطفال هني يا حبيبي، وين رايحين؟ لا لا لقاهم بدوره. اوكي موثقين فينا بس انا اعلمكم. شوف يا سلام على البطل، ايش رايكم؟ يلا وشلنا الاطفال انقذناهم، بس اتوقع ان في شيء. يلا روح البيت. ثانك يو حاضرين. انحرج. اوكي ليتس هيد باك. يلا ليتس هيد باك. اوكي نرجع الحين مع الاطفال للبيت، بس للحين موسيقى الاكشن شغاله لان في اعداء. والله اني داري وينهم. اوه هذا قام، تعال. وين الاطفال؟ وين راحوا؟ انا ودي اغير السيف بس ما يمدي الحين. اوكي نجرب السبيلز، فاير، الفاير قوي على الروبوتس. نشوف ضربه مو طبيعيه. حول على ايرث شوي، نعطيه خلنا اتاك عادي دام هو الحين استرجل، يعني المفروض اني استغل وضعه تعبان مثل ما يقولون. حلو خلصنا الفايت، كمل. ذبحوني كل شوي سولجر سولجر. اوكي درينا. قاعد تقول للاطفال ان كلاود كان محارب قديم. طبعا المحاربين مو منتشرين بكثره في المنطقه وعالم اللعبه، فلذلك انه شيء مميز لما تشوف سولجر في عالم اللعبه. طبعا اتكلم عن الشخصيات في القصه. Thank you. From now on, if you run into trouble, promise me you'll find an adult, okay? Okay, I will. And here, since you're so cool, you guys are both grown-ups, but you're also one of us now. You can come and play here whenever you want. يا سلام عليه، يقول انت الحين واحد منا وتقدر تلعب معانا في اي وقت تبي، يعني في حارتهم او مكانهم اللي هني. يعني كسبوني كصديق او انا كسبتهم كصديق للي سويته.
بشكل سريع مثل ما تشوفون هذه القائمة الرئيسية، عندي شخصية كلاود وإيرث وكل واحد منهم يعني الليفل اللي هو واصل فيه والأبجريدز، وعندنا الأيتمز للأسلحة أو حتى للشخصيات الثانية واللي تركبها عليهم من يعني أرمور أو سلاح نفسه، وتحط جواهر على الأسلحة نفسهم. مثلا شوف تيفا حاليا نضيف جواهر زيادة على اللي هو سلاحه، فتشوفون هنا كل شيء أضيفه يقول لك شنو الزيادات اللي فيه أو الخصائص. مثلا ركب هذه بشكل عشوائي هنا راح تزيد عندها أمور، وهذه حاليا لا محجوزه من كلاود فما اقدر اركبها. فعندك يعني طرق في الجيم بلاي انك تزيد من ناحيه الاسلحه والقدرات اللي عندك، فهذه القائمه مليانه اشياء تسويها وتحددها كلعبه ار بي جي، لكن مثل ما شفتوا الجيم بلاي ممكن يكون قتال وهالامور. اوكي شباب، اتوقع ان حاليا نكتفي في هذا المقطع، وريتكم يعني اشياء بسيطه من طريقه اللعب في فاينل فانتسي 7 ريميك، فابي اشوف رايكم مبدئيا باللي شفتوه من ناحيه الجيم بلاي واجواء اللعبه والجرافيكس والامور. شوفوا المراجعه موجوده في القناه وشوفوا باقي المقاطع. بيعطيكم الف عافيه على المتابعه، كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامه.